من حماة مشاهدينا ينضم إلينا محمود الحموي ناشط إعلامي. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني هل من جديد أهلا فيما بالله. يخص اتفاقي ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي؟ أخي الكريم، بالنسبة لريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ليس أي جديد على الإطلاق تماما. يعني الاتفاق الذي أبرم بين اللجنة المفاوضة عن المناطق المحاصرة وبين الشرطة العسكرية الروسية كما هي عليه، يعني ليس هناك جديد. وأعتقد أن الساعات المقبلة ربما غدا سوف يتم إجلاء الذين يرغبون طبعا من مغادرة المناطق المحاصرة إلى الشمال السوري، سواء كان إلى منطقة إدلب، مدينة إدلب، أو إلى جرابلس. ولكن في الحقيقة حتى الآن يعني ليس هناك أي جديد يعني أو طارئ طرأ على الاتفاق الذي جرى بين هيئة التفاوض وبين الشرطة العسكرية الروسية. أما بالنسبة لعموم الريف الحموي، في الحقيقة بحسب ما ذكرتم في تقريركم، أن الريف الشمالي يتعرض إلى قصف همجي سواء كان من المعسكر الروسي أو من الحواجز التي تتبع لميليشيات النظام، وخصوصا القذائف الفوسفورية الحارقة التي يستخدمها المعسكر الروسي بقصف المدن، سواء كمدينة اللطامنة ومدينة كفر زيتا والقرى القريبة بينهما من الزكاة حصرايا، إلى وصولا إلى قرية الأربعين، إلى قرية الصياد. كل هذه القرى والأراضي الزراعية المحيطة بها والتي هي ما بينهما تتعرض إلى قصف. القصف يتركز في مجمله على مدينة اللطامنة وعلى محيطها. يعني خلال الليلة، ساعات الليل، رصدنا 26 قذيفة، أكثر من 10 قذائف منها كانت بالفوسفور الحارق. خلال ساعات النهار حتى الآن أكثر من 20 قذيفة كانت على مدينة اللطامنة. شهدنا إحراق المحاصيل الزراعية في مدينة اللطامنة، خصوصا من الجهة الجنوبية ومن الجهة الجنوبية الغانبات. بعد القصف بالفوسفور الحارق والمدفعية الثقيلة وبالهاون، هناك الرشاشات الثقيلة التي تستخدمها حواجز النظام، خصوصا حواجز الشليوط، الزلاقيات، المصاصنة، الزلين. كل هذه الحواجز تقوم باستهداف الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى نشوب هذه الحرائق. في الحقيقة مساحات واسعة حرقت في مدينة اللطامنة، طبعا الأراضي الزراعية لها، وصولا إلى أراضي الزكاة. طبعا القصف طال قرية الزكاة والأراضي المحيطة بها، كذلك قرية حصرايا، وصولا إلى مشارف ريف إدلب المتاخر من ريف حماة، بلدة العاس الواقع في ريف إدلب الجنوبي، كذلك تعرضت إلى قصف، وهناك إحراق أيضا للمحاصيل الزراعية. إذا في الحقيقة في هذه الآونة هو كل ما يرهق المدنيين في ريف حماة الشمالي تحديدا، وخصوصا مدينة اللطامنة وريف إدلب الجنوبي، هو القصف بالفوسفور الحارق الذي يأتي من المعسكر الروسي، أو من أحيانا يكون بالقصف. اليوم لم نشهد في ريف حماة قصف بالطائرات الحربية الروسية، طائرات العدوان الروسي، ولكن الفوسفور الحارق يكفي من المعسكر الروسي الواقع جنوب مدينة حلفاية، ما يسمى سابقا بحاجز الترابيع. فهذه القذائف التي تطال كل الريف الحموي ووصولا الى ريف ادلب الجنوبي. في الحقيقه في هذه الاونه يعني هناك محاصيل مثل الكمون، العدس، نعم، الحمص، الشعير، كلها يعني من المفترض ان يعني يتم حصادها، وحتى خلال حصادها يواجهون خطوره في جني محاصيلهم المزارعون بسبب الاستهداف المتواصل من الحواجز التي تتبع ميليشيات النظام ومن المعسكر الروسي. طب محمود، يعني بالمقابل هل من ردود أفعال الفصائل المسلحة حيال ذلك؟ في الحقيقة لم نشهد، يعني منذ فترات لم نشهد هناك رد من الثوار. يعني الثوار في الحقيقة هناك ربما يعني يرون أن من غير المناسب الرد على مصادر النيران، حتى لا يزداد النظام في بطشه وإجرامه. أنه في الحقيقة يعني من يعرف ريف حماة الشمالي منطقة زراعية بامتياز، يعني أهلها يقتاتون من الزراعة ويعيشون على الزراعة، ودمرت كل مقومات الحياة من مصانع، معامل، تجارة، ما إلى ذلك. في الحقيقة تكاد الحياة تكون مشتولة، فالباقي لهم هو الزراعة، وبطبيعة الحال هي العمود الفقر في الحياة الاقتصادية في ريف حماة الشمالي هي الزراعة. فالمواسم كلها يعني من المفترض أن يتم جني هذه المحاصيل. يعني في هناك من يقوم بجني محاصيله في هذه الأيام ويواجه الخطورة، هناك من يتريث. أما هذا القصف الذي يأتي بحرق هذه المحاصيل، يعني عندما يكون هناك رد، أعتقد هيكون الرد بأضعاف مضاعف. يعني نعرف بطش النظام وإجرامه، أعتقد من هذا الباب الثوار يعني يتريثون بالرد. عادة نشهد رد على مصادر النيران، أو يستهدفون مواقع الشبيحة في سلحف، في دير محردي، في المناطق التي يجعل منها النظام مواقع الشبيحة، بلدة أصيلة مثلا. ولكن في الحقيقة في الأيام القليلة الماضية على الأقل يعني لم نشهد أي رد الثوار على مصادر هذه النيران، على الرغم من القصف المتواصل. ومن الجدير بالذكر أن المعسكر الروسي وميليشيات الحواجز التي تتبع ميليشيات النظام تزداد في بطشها وإجرامها في ساعات الليل المتأخرة. يعني من الصعب جدا رصد هذا القصف وتوثيقه. يعني القصف يكون بعد الساعة 11 بالليل، وأحيانا بعد منتصف الليل أيضا، وعند ساعات الصباح المبكرة. إذا القصف المتواصل في الحقيقة على ريف حماة الشمال.
طب محمود، يعني اليوم بعض المصادر الميدانية تتحدث، خاصة بعد الاتفاقات الأخيرة في ريفي حمص وحماة، بأن أكثر من 60% من مساحة سوريا باتت تحت سيطرة قوات النظام، وانحسرت نسبة سيطرة الفصائل إلى 10%. برأيك ما هي العوامل التي دفعت النظام للعودة بهذه الطريقة والسيطرة على مساحات واسعة؟ أخي الكريم، بالنسبة لسؤالك، طبعا يعلم القاصي والداني أن النظام كان يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وربما كان يعيش في الوقت بدل الضائع، ولكن الذي أنعشه هو العدوان الروسي ومن ثم الاتفاقات الأستانة. الأستانة هي ما أتت إلا للقضاء على الثورة وإنعاش هذا النظام المحتضر وعودته من جديد إلى ليكون كابوسا وجاثما على صدر هذا الشعب، الذي يعني في الحقيقة يجثم على صدور هذا الشعب منذ عقود، يعني وليس وليدة هذه الأعوام القليلة الماضية. نعم، ولكن هذه الاستيطانات هي التي انعشته. بدات باسكات الجبهات، بدات بمحاصره يعني اسكات الجبهات، ومن ثم النظام وميليشياته يتحركون الى جبهات للقضاء على معاقل الثوره ومحاصره مناطق، وهذا نجح فيه في الحقيقه العدوان الروسي. يعني ما فشل فيه عسكريا العدوان الروسي بعد غزوه منذ عامين ونصف الى ريف حماه الشمالي والى عده مناطق في سوريا، نجح فيه سياسيا ودبلوماسيا، يعني بهذه الاستيطانه التي في الحقيقه يعني تمكنوا من خلالها السيطره على داريا والزبداني والغوطه وريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي وعده نقاط في سوريا. يعني لم يبقى في الحقيقه، اذا اردنا ان نتحدث عن الثوره، لم يبقى للثوره من مقوماتها الفعليه على الارض شيء، يعني سواء هم في منطقه ادلب ويقصفون. اذا محمود، يعني محمود تعتبر الثوره انطفأت؟ الثورة لا يمكن أن تنتهي لأنها لم تبدأ هي بالحراك المسلح، ولكن نحن الجناح نقول العسكري لها على الأقل، يعني كما تفضلت أن الجناح العسكري فشل في الحقيقة في قيادة هذه المرحلة الدقيقة، ولكن الثورة لم تنطلق بهؤلاء المسلحين، هم أبناؤنا طبعا وأخوتنا، ولكن لم تنطلق منهم حتى تنتهي عندهم. يعني الثورة انطلقت بسلميتها، بشبابها، بعفويتها، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا أن تحقق كامل أهدافها. عندما انطلقنا كان النظام يسيطر على سوريا بالكامل، يعني ليست هناك مناطق محررة حتى نقول أن هناك كان شيء محرر، ولكن بعد تحقيق كل هذه الإنجازات وهذه الانتصارات ومن أعادنا إلى المربع الأول، في الحقيقة القيادات الفاشلة التي قبلت بالأستيطانات وقبلت بما آلت إليه الأمور، وكلهم كانوا يعلمون أن ما يتمخض عن الأستيطانة لو كان لا يخدم النظام لما قبل به العدوان الروسي، وكذلك حتى ما يسمى بالأصدقاء في الحقيقة هم يعني أشبه بأن يكونوا أشقياء عندما قدموا إلى هذه الأستيطانة وقادوا الثوار إلى حيث حذفهم، وربما كانوا لا يعلمون. وكنا ننبه منذ بداية الأستيطانات أن الأستيطانة لا يمكن أن تنتعش إلا لخدمة هذا النظام المجرم، وليس لها طريق لخدمة الثورة. الثورة يجب أن تتواصل، ولكن توقف المعارك في الحقيقة أكبر دليل. توقف المعارك هو الذي أوصل الثورة إلى هذا الحال، ولكن لا يمكن لها إلا أن تنطلق حتى لو كان من جديد وتواصل للوصول الى كامل اهدافها. لا يمكن بعد اكثر من قرابه مليون ونصف شهيد يعني ان تنتهي الثوره بهذه الطريقه، يعني والاف النازحين، ملايين النازحين، ومئات الالاف من المعتقلين، ومئات الالاف من المفقودين، وان تنتهي الامور بهذه الطريقه، يعني لا يمكن لها. ولكن في الحقيقه ربما الاوضاع عصيبه، ولا يمكن الا ان تعود الثوره من جديد وتنتصر وتنتفض حتى لو كان على ثوارها، وتعود الى صداره المشهد والخلاص من هذا النظام المجرم. يعني هذا النظام لا يمكن ان يقبل باحد، لا يوجد بيت في سوريا على الاطلاق حتى في مناطق النظام الا وتسبب هذا النظام المجرم بقتل ابنائه وقتل اهله واغتصاب اعراضه وانتهاك حرماته وتدمير بنيته التحتيه، دمر البلد بكل شيء، لم يبقى في هذا البلد حجر على حجر، دمره هذا النظام المجرم. من يقبل ببقاء هذا النظام؟ فلا يمكن حتى لو النظام حقق انتصارات، والأستانة والعدوان والأشقياء الذين هم تحالفوا معه وتعاضدوا وتكاتفوا على هذه الثورة وعلى إنهاكها وإنهائها، لا يمكن لها أن تنتهي إلا أن تعود من جديد وتنتصر بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، محمود الحموي ناشط إعلامي، كنت معنا من حماة.